كل الناس بتحتفل بيها دلوقتي طبعا، وحاجة كويسة بتجدد حتى العلاقة إن كانت زوجية مع الحبيب مع الحاجات دي كلها طبعا. ومناسبة جميلة، الناس كلها طبعا زي ما بنتكلم بتحتفل بيها. وأنواع الورد طبعا، حاجات بتطلب طبعا معينة، دايما اللون الأحمر في اليوم ده طبعا هو المحبوب جدا ومرغوب بنسبة مثلا 60-70%. بالنسبة لنا بنبتدي في موسم الحب، بيبقى رمز للحب ان احنا بيبقى الناس كلها تبقى مبسوطة، بيبقى حاجة مهمة قوي ان احنا نوصل لمرحلة نكون عندنا مثلا زي دبدوب، هدية، بوكس، فبيبقى في حاجات تنوع بالنسبة للراجل بيحب يجيب هدية للسيدة، او برضه في العكس بيبقى كل حاجة كل واحد ليه حاجات مختلفة. طبعا بيجي لنا اعمار كتير قوي، من 16 لحد 20 25 لحد سن 50 بيجي برضه يلف هدايا. في حاجات غريبة طبعا، في اللي يعني من كام يوم لفينا خزنة فلوس، كان حد مديها هدية، بوكيهات شوكولاتة وبوكيهات ميك اب وبوكيهات ورد، حاجات كتير قوي ممكن نلفها. يعني هو انا جاي اجيب هديه الفالنتاين من هنا. هو للاسف انا كنت هجيب طاسه، يعني هي زي ما انتم عارفين بعد الجواز بيبقى الموضوع ما فيش مفاجآت اصلا. عايزه ايه؟ عايزه كذا، فاحنا كنا هنجيب طاسه، بس برضو التقاليد اللي احنا ماشيين بيها الدبدوب ده شيء اساسي في الفالنتاين. لازم كل واحد يجيب هديه لمراته بدل ما ممكن يبات في الشارع.